اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، تحت لود الاحترام صباح المنيات الطيبه والجميله والسمحه. اذا هو صباح الشروق، محطات منوعه مختلفه، نتمنى ان تنال رضاكم واستحسانكم. جاور السعداء تسعد، لانه بدايه اليوم السعيد اكيد حيتواصل بذات النسق. انا قاعد جم سعيده لينا زي العبيد. يزيك صباح الخير. يا سلام على الايجابيه. اجمل شيء انه برضه تبدا صباحك بكلام محفز، كلام جميل ايجابي حلو في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها حاليا. شكرا حمزه على شكرا لينا. شكرا لك اكيد على الطاقه الايجابيه الجميله دي. شكرا. اسبوع سعيد عليك وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بكم في صباح الشروق. وخلونا بينما نتكلم عن الجمال نخصص هذه الفقره تحديدا او خصيصا عن الجمال. صحيح. وجمال المراه ويعني اهتمامها بجمال مهم، ودائما بيقال انه تاج المراه شعرها يعني. فالشعر مهم جدا، لأن الشعر هو تاج المرأة. عايزين نتكلم عن الشعر تحديدا، عن مشاكله. احنا داخلين مقبلين على الخريف، والخريف برضو بيأثر بصورة سلبية على شعر المرأة والرجل برضو بيهتم بشعره، لأنه بيكون خايف من الجلحات تساقط الشعر عموما، حتى الاستخدامات السلبية. صحيح. عندنا عموما في العام الاستخدامات اليومية قد تكون ما بصورة سلسة وسليمة. عموما الحديث أكثر تنضم إلينا داخل استوديو دكتور زكي خبيرة التجميل، الحديث أكثر عن عناية الشعر. أهلا وسهلا دكتور، صباح الخير. صباح الخير عليك حمزة. ازيك يا إسراء؟ صباح الخير يا لينا. كيفك؟ كويسة؟ الحمد لله. الله يسلمك. منوران اليوم. بنوركم ونور المشاهدين. الله يخليك. الله يسلمك. إسراء، عايزين نتكلم عن الشعر تحديدا. زي ما ذكرنا احنا في السودان مناخنا الجغرافي مختلف، أو مناخنا مختلف تماما لأنه موقعنا الجغرافي مختلف كذلك، فبالتالي ده بيأثر سلبا في بعض الأحيان على الشعر. مشاكل الشعر كثيرة جدا جدا، أغلب الناس وأكثر الناس بيعانوا. عايزين نتكلم أول حاجة عن أنواع يعني الشعر تحديدا في السودان. تكلم الشعر في السودان زي ما بيقولوا حاجة متوسعة. أيوة. وكبيرة ومتنوعة جدا. نحن بلد غني بالقبائل المختلفة. صحيح. الأعراق المختلفة كمان. حتى نحن كمان يعني في شمال أفريقيا في ركم مختلف تماما، بحدنا مناخ البحر الأحمر وعندنا النيل، في نفس الوقت عندنا الأجواء بتاعت قرب السودان اللي هي الأجواء اللي بتكون رطبة دائما والمناخ بيكون فيها معتدل. فالتنوع بتاعنا نحن العرقي خلق لنا كمية كبيرة جدا من الشعر وأنواع الشعر وتفاصيله وأطواله، وحتى لون بشرتنا السمراء أو متدرجة السمار مختلف أنواع الشعر فيها. فبنلقى نحن عندنا ناس سمور جدا وشعرهم ناعم جدا مختلف، وناس لون بشرتهم فاتحة وكمان عندهم مشكلة بتاعت تجعيد الشعر. الشعر الأفريقي في السودان مختلف تماما عن باقي الشعر في باقي الدول عموما، ودائما نحن بنصنفه بأنه عنده تركيبة خاصة والاعتناء به ذاته خاص. دكتور إسراء، يعني ذكرت التنوع بتاعنا هنا في السودان ممكن برضو يختلف من شخص لآخر في طريقة الشعر، فده بقودنا لسؤال، أنواع الشعر شنو يعني بتميز السودانيين يعني، وخاصة أنواع الشعر ممكن نجي لها في محاور أخرى اللي بتحتاج لعناية. نحن طبعا أنواع الشعر حقتنا زي ما قلت لك متميزة في إنها هي الشعر الأفريقي الناعم، وبصيلاتنا دائما بتكون الكيرل المتوسط. اللي هو ما مجعد جدا وفي نفس الوقت فيه نعومة ورطوبة. جميل. طيب إذا تكلمنا عن أنواع الشعر الإفريقي زي ما ذكرتي المختلف خاصة في السودان، معناها فعليا طريقة العناية بتختلف من شعر لآخر. هنا عايزين نشوف كيفية العناية بالشعر عموما، كيف الإنسان ممكن في بيته تجميليا يهتم ويعتني بالشعر خاصة المرأة. السؤال مهم شديد يا لينا، وضروري انه انا الليله اوصل للمشاهدات انه نحن اهتمامنا بالشعر ذاته المفروض يكون ما الغسيل الكثير، معتدل، مش شامبو الكثير، مش شامبو الكثير، وقت انه يكون عندنا ثقافه ما بعد الغسيل الترطيب داخل الحمام، اللي هو انه نحن بعد ما نغسل شعرنا نعمل له حاجه اسمها كونديشنر او بلسم. البلسم بيساعد انه النسبه بتاعت الحمضيه او القلويه في الشعر تكون متوازنه، وفي نفس الوقت بيساعدنا نحن في طبيعه شعرنا انه نحن نسلكه او نمشطه بطريقه مريحه. فعموما انه انا بحاول انه اوضح للمشاهدات دائما انه الغسيل الكثير، ويعني في ناس بيستحموا يغسلوا شعرهم يومي، ده بيضر فروه الراس جدا، وبالتالي حيضر لك السبيبه في حد ذاتها، ملمسه بتتساقط بتتكسر، بتحسي بعد ذاك انه الغسيل المتكرر شال لك الطبقه اللي هي في فروه الراس اللي هي الطبقه اللي اسمها
الزهم أو الطبقة الدهنية اللي تحافظ لك على رطوبة الشعر، جزع الشعرة والجذور. دكتور إسراء، نحن لو تكلمنا الآن العناية بالشعر أصبحت عالمياً عندنا مستحضرات خاصة وتفاصيل، نحن نتكلم عن التنوع السوداني في كل مكان، قد ما تجد الأسر أو ستات البيوت والبنات في مجتمع السودان بعض التفاصيل الحديثة، في تفاصيل بلدية، الزيوت الطبيعية من قمن الكركار دسمي على بعين حبوباتنا أو كذا، كيف العناية التقليدية بالزيوت العادية اللي بتكون موجودة داخل الأسر؟ منو ما سمع بالكركار؟ أيوة طبعا الكركار ده بتميز بأنه هو بعوض لنا الطبقة بتاعت الزهم في نفس الوقت، يعني صحي، صحي جدا لأنه هو مستخلص من الطبيعة، وطبعا استخلاصه معروف عن حبوباتنا والنسوان الكبار اللي بتلقاهم المدامات الكبار اللي بيكونوا في البيت. عادة الكركار ده ما بيخلى من بيت أي سودانية نهائيا، حتى من طقوسنا وعاداتنا في الزواج إنه بيعملوا ليكي دهن الكركار أو زيت الكركار معاكي مع الريحة حقتك أو الحاجات في تحتك، أيوة كلها. تجهيزاتك. فأنا بفتكر إنه الكركار حاجة كويسة بس استعماله محدود، يعني عندنا أنواع بتاع شعر من المسامية ما بتقبل إنه أنت تاخد لها كمية من الدهون أو الزهم زيادة فبتتكسر أو تتساقط. الزمن كم يعني المفروض يتخطي عن الزيت بعد ذاك يغسل؟ 3 ساعات عموما الزيت، أيوة فعلا 4 ساعات، ما بين 3 ساعات لأربع ساعات، بعدين يتغسل، ممكن يتغسل من غير شامبو موية فاترة، أيوة. نزله كله ممكن بيشامبو. وممكن بيشامبو إذا أنت أصلا عملتيه وطبقتيه في فروة نظيفة مغسولة بشامبو ومعمول لها بلسم وتخطت فترة، ممكن تغسليه من غير الشامبو فما بيغير ريحة الشعر ولا بتحسي إنه الشعر اتلبك أو زاد مشاكل. نعم. العناية بالشعر كانت قديمة زمان زي ما ذكرنا حاليا، إنها كانت بالكركار، في بعض الناس استخدموا زيت السمسم، زيت الزيتون وغيره، يعني أجدادنا وأمهاتنا يعني استخدموا الأشياء دي. طيب نتكلم شوية عن العناية بالشعر الحديثة، إحنا في 2020 وآخر صيحات التجميل، لأنه سمعنا عن حقن البلازما، سمعنا عن أشياء كثيرة حديثة في العناية بالبشرة أو عفوا بالشعر والبشرة كذلك، لكن التقليعات، آخر تقليعات العناية بالشعر الحديثة هي شنو الإنسان ممكن يستخدمها؟ هي طبعا بتتقسم لقسمين، القسم الأول اللي هو العلاج التجميلي، وده في المراكز الخاصة بالعيادات التجميلية اللي هي بيختص بها دكتور معين، الشغل بتاع البلازما، الشغل بتاع حاجات تانية بتاعت حجم للبشرة، بتاعت الفروة بتاعت الراس، أيوة أيوة، بطريقة معينة بتخلي تحفز الشعر إنه ينمو. وفي الطريقة التانية التجميلية، عادة مراكز التجميل هي قايمة بها، اللي هي تطبيق منعمات وملمسات للشعر وفرد بطريقة حديثة جدا، يعني ظهرت كمية من الكريمات أو الحاجات اللي هي تطبق على الشعر بتديكي المظهر الناعم، بتديكي سهولة في التمشيط، بتديكي كمان زيادة في الفيتامينز للشعرة والكيراتين والبروتين اللي بيغلي في الشعرة وملمسها ذاته، فبتحسي إنه شعرك حس صحي لكن عايزة متابعة دقيقة، عايزة تطبيق دوري، عايزة اهتمام خالص، يعني عايزه متابعه نكون واضحين وعايزه قروش صحيح، ما رخيصه. لكن خلينا حمزه معلش قبل ما انتقل من النقطه تحت العنايه بالبشره تحديدا التجميليه واخر صيحات حديثه، في بعض الناس واحنا خاصه في السودان اسر كثيره ميسوره الحال ما بتقدر، يعني حابه انها تجمل شعرها وتحتنم شعرها لكن ماديا الموضوع صعب، شنو الحاجات اللي ممكن تكون متوفره في البيت؟ واكيد كل خبيره تجميل بتكون عارفه الحاجات البسيطه في البيت ممكن كل امراه تستخدمها لها ولاطفالها. طيب زي ما قبلك حمزه ذكر انه نحن عندنا كركار. انواع للشعر، ايوه نحن حنتخطى الكركار يعني نمشي شويه نمشي لبعده. فعندنا الخضرجي او الخدار، محل الخدار فيه حاجات كثيره انت ممكن تستفيدي منها، تطبقيها كماسكات في شعرك وتستفيدي منها، قليلة التكاليف وفي نفس الوقت بتدي شعرك فايدة. فالماسكات اللي هي بتدعمل حاليا في البيت أنا بفضلها كثير من الحاجات اللي ممكن تكون expensive الزول ما يقدر يحصلها في مراكز التجميل. لكن يا لينا بس حابة أوضح لك حاجة صغيرة، إنه الدقة بتاعت الزول وهو ماشي وتفاصيله بتواكب والبنات بيواكبوا وبيحاولوا يواكبوا حتى لو بتوفير بسيط او حاجه زي دي، انه يواكبوا انه يمشوا في المراكز بتاعت التجميل ويظبطوا حاجاتهم في نفس الوقت من غير تكاليف كثيره.
فدائما بنحس انه مركز التجميل بيحسك انه انت خاشه حتى تصرفي في قروشك. لا وخاصة الشعر. ايوه. لانه يعني حقنا البلازم تقريبا الجلسه تفوت ال 600 جنيه سوداني او غيره. أيوة. يعني أيوة. ناس كثير بتكتب يعني في صفحات التجميل وانت متابعه. أيوة. طبعا الاسعار بتكون الاسعار مختلفه يعني والنتيجه بتاخذ وقت فبالتالي الناس بتعاني. فشايف اغلب الناس تلجا للاشياء الطبيعيه في المنزل اللي ممكن تستخدم. أيوة. بصل وفعلا وتحفز. انا بفتكر انه الزول لو مشى في خط متوازي انه اعتنى بشعره في البيت ما بيحتاج كمان للمراكز كثير. فعندنا مشكله بتاعت عدم الاهتمام انه نحن بس بنهتم بشعرنا لما يكون في مناسبه او كذا دائما بصوره دوريه. وهو للاسف ما بنهتم به ونحن بنقضي عليه بالمكوى. أيوة. والسيراميك والاشياء اللي بتكسر بتدخل الحراره فعلا. طيب يا دكتور لو تكلمنا احنا مشينا للعنايه طوالي لكن برضه ناخذ في الاعتبار انه الشعر ده حتى العنايه به بتختلف يعني من نوع شعر لاخر زي ما قصدت في بدايه الحديث، لكن لو عايزين نعمل اختبار الان على الهواء كل المشاهدين بيتابعونا السيدات ما يكون حكرا فقط على السيدات برضه الرجال لانه اصبحت الاهتمام اصبح بالشعر عمليات زراعه الشعر وهوس يعني بيأرق كل الناس يعني، فعايزين نتكلم عن هل في اختبار معين نشوف السبيبه ده هل صحيه ولا ما صحيه يعني والاختبار ده ممكن يتم كيف بطريقه متوفره عند الناس كلهم يعني. طيب في طريقه بسيطه جدا اللي هي طريقه قياس مسامية الشعر اللي هي تجيب كوبايه بتاعت مويه كوب بتاع ماء فاتر يعني من الماسوره كده بتخليه مده ربع ساعه يعني يكون مستوى السطح بتاعه بقى مستقيم او الذبذبات بتاعت المويه بقت في شكل مستقيم او مظبوطة. بتجيب شعرة منزوعة من الجزع أو الجزر بتشيلها من جوا الفروة بتطلعها بتقوم في الكوب بتاع الموية حسب مسامية الشعرة وصحتها بتنزل في الكوب ده. المسامية بتاعتها بتتقسم من متوسطة عالية وضعيفة. فالشعر دائما المساميته متوسطة ده الشعر الصحي اللي هو بيستقبل المويه من برا بنفس الوقت بينفذ الزهم وبينفذ الحاجات الثانيه اللي هو جوه الشعر. الشعر دي عباره عن طبقات كثيره مع بعض وفي نفس الوقت هي بنشوفها نحن حاجه واحده لكن هي عباره عن حاجات مقسمه بطريقه يعني يا دكتور لو في مسامياتك قليله جدا لو نزلت تحت معناتها هي سميكه. ايوه اختبار بسيط وسهل. فيا حمزه انه انك تقيس مساميات شعرك دي بيتحكم لك في انه انت تطبق شنو على شعرك. فعلى حسب المساميه دي انت بتطبق الحاجات على شعرك. يعني مثلا في ناس مسامياتهم بتاعت شعرهم منخفضه. يعني المساميه دي دار اوضحها لك انا اللي هي نفاذ المويه عبر البصيلة ذاتها بتحس بها إنه الموية بتنفذ لكن بطريقة بسيطة. فالمسامية المنخفضة دي دائما بنحط لها الكريمز أو الحاجات اللي هي ووتر بيز اللي هي مائية. أما المسامية اللي بتكون عالية ممكن تستقبل كل أنواع الكريمات الدهنية زي الكركاز زي الحاجات اللي ذكرتها. طيب يا إسراء الاستخدام المتكرر للمستحضرات تلميس فرد الشعر طبعا بكل أنواعه بتشهد الشعر تأثيرات على الشعر بتشهد الشعر وبيضطرك انه في فتره من الفترات انك تفقدي شعرك تماما. طيب انا يعني في ناس الى الان وانت متابعه يعني مقتنعه تماما انه مثلا فرد الشعر انا ما ينفع معي الا فرد الشعر كل 3 شهور او 6 شهور. نحن نقدر ننصحهم بشنو يعني حاليا اذا كان بيشاهدونا على الهواء شنو ممكن نقدر نقدم عشان يبتعدوا شويه تدريجيا عن موضوع فرد الشعر والتلميس ومستحضرات التجميل المختلفه. طيب يا لينا هم بيلجأوا للحاجة دي ليه؟ عشان يساعدوا نفسهم في تجذيب الشعر وتهذيبه وكده. أيوة يكون ناعم ملمسه. أيوة. جميل. فأنا بفتكر إنه الوحدة لما تجي تستعمل الحاجات تشوف التريتمنت أو الحاجة اللي هي دايرة تشتغل بها على شعرها دي بتناسبها ولا لا. يعني تعمل تست على خصلة من الشعر وتستنى ماكسيمم عليه حكاية بتاعت 15 يوم. إذا حست الحتة تعبت أو حرقت أو لونها تغير أو في أي ضرر ما تطبق المادة على شعرها. لكن هم برضو في حوجة إنه المظهر يكون جميل فما نحرمه نهائيا لكن بنختار لهم الحاجة المناسبة معهم تماما. دكتور إسراء يعني إحنا بنشوف إحنا تكلمنا عن العناية
والعناية ما بتنحصر فقط في المستحضرات التجميلية اللي هي بتكون مكملة لبقية تفاصيل إنبات الشعر. عن الناحية الغذائية، الغذاء برضو ممكن يساعد لنا في عملية مباشرة جدا لإنبات الشعر والمحافظة على صحة الشعر. شنو من الغذاء المتوازن بيكون ممكن يغذي لنا الشعر ده بالصورة المطلوبة، يعني يكون متاح عند كل الأسر السودانية؟ طبعا تركيبة الشعر يا حمزة تركيبة حساسة جدا، والتركيبة دي الرئيس فيها أو العنصر الرئيسي فيها البروتين. فعموما الناس اللي بتلقاهم بيشربوا لبن كويس، بياكلوا بيض، معتدلين في حتة الكالسيوم والبروتين، بتلقي إنبات الشعر ومصغر الشعر عندهم هيلثي جدا. إضافة لمادة الزنك، الزنك بيساعد إنه البصيلة دي تكون متوازنة وفي تحت الفروة بثبات. فالناس دائما اللي بيفقدوا شعرهم بنحاول نعوض لهم الزنك ونعوض لهم البروتينات في جسمهم، حتى على شكل مكملات غذائيه ممكن تكون، يعني اكيد اذا ما كانت موجوده في هو الزول. طبعا لما يكون فاقد شعره او حس انه فيه تساقط شديد بنفتكر انه نحن نعوض له بالمكملات وكمان نضيف له خطه غذائيه مناسبه له. جميل. طيب اسراء برضو يعني سريعا كده، انت ذكرت البروتين، الاشياء اللي متواجد فيها بروتين بصوره كبيره، لكن ادينا نموذج ولو سريعا كده للخضروات اللي ذكرتها قبل، للانسان في البيت او السيده في البيت الخضروات، شنو من الخضروات اللي هي ممكن تتناولها وتفيد شعرها؟ طيب البروتين ده طبعا عندنا في السودان متواجد في العدس بكميه كبيره، وبالنسبه للحاجات الثانيه ممكن تلقيه في اللحمة، البيض، الكالسيوم، الحاجات زي دي. جميل. احنا شكرا لك كثير جدا إسراء زكي خبيرة التجميل على هذه المساحة التنميرية والتجميلية السريعة لكل اللي بيشاهدونا حول العناية بالشعر. شكرا جميلا لك. الله يخليك. نورتينا كثير. شكرا. الله يسلمك. إذا